جزاكم الله خيرا. من مكة السائل أبو عامر يقول: هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة، وذلك إذا كان مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ لا يجوز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف أولا ثم سعى وقال: خذوا عني مناسككم. السعي بعد طواف. أما القارن والمفرد إذا كان سعيا بعد طواف القدوم فإنه يكفي، لأنه ليس عليهما إلا سعي واحد، إن شاء جعله بعد طواف القدوم وإن شاء جعله بعد طواف الإفاضة. على كل حال لا بد أن يكون السعي بعد طواف، هكذا السنة. نعم.